شايفة الدموع في عينيك لسه متأثر بالمشهد، المشهد ده قتلنا كلنا يعني. كان ده الماستر سين بتاعك؟ أنا عندي يعني الحمد لله مش عايز أقول مشكلة، بس أنا لما بتفرج على العمل أنا بحب قوي الأفلام والمسلسلات يعني الدراما بشكل عام، فبركز فيها بتخطف يعني، حاسس ان انا مش انا يعني واحد تاني، انا منفعل معاه ومركز معاه، ده حقيقي. يعني لما صحفيه تكتب ان المشهد ده يدرس، ده تستقبله انت ازاي؟ لا ومش صحفيه قليله يعني، ولا الشافعي من يعني من الكتاب التقال. ناقده لاذعه يعني ما بتجاملش يعني، هي وطارق الشناوي سواء الاستاذ علا او الاستاذ طارق او وفي كتير جدا جدا من الصحفيين والنقاد، انا مش عايز انسى حد بجد، انا بدلهم بكل الفضل وكل الشكر بعد ربنا سبحانه وتعالى على دعمهم وتشجيعهم ووقفتهم جنب المسلسل وجنبي. انا بجد بجد الصحافه دي كلمه شريفه قوي قوي، والاعلام يعني بجد يستاهل كل التحيه والتقدير، لان انا ما كنتش متخيل كم الدعم ده كله يعني، كل الشكر للاعلاميين والصحفيين.